طيب السنجل موتور كونفيجوريشن او التكوين بتاع السياره السنجل موتور زي السياره العاديه بتاعتنا اهي، احنا خدنا 100 مره السياره العاديه، ادي العجلتين اللي قدام، خدنا ده خدناه في الكتاب العربي بتاع الدكتوره كاميليا اسمه الديفرنشال، ده من الاخر اعتبره كانه جير بوكس هو اللي بياخد الاكس بتاع الموتور ويحوله بالتروس عشان يحرك العجل، تمام؟ فبيسموه الديفرنشال، كلمه ديفرنشال يعني تفاضلي، تمام؟ طيب وبعدين في عندي البطاريه او الباتري، طيب ممتاز، يبقى البطاريه بتغذي الالكتريكال موتور والالكتريكال موتور بيدي الحركه للديفرنشال والديفرنشال بيسحب العربيه، ده اللي احنا سميناه سنجل موتور كونفيجوريشن، يعني هو في الاخير موتور واحد بس، اللي يهمني في القصه دي ان ده موتور واحد بس اهو الكتريكال موتور. طيب اهو فين شكله؟ انا دلوقتي لو جيت ادي العربيه اهي، ادي العجلتين وادي الاكس اللي بيربط بين العجلتين، تمام، وادي الموتور الكهربي اللي احنا نبدا نشتغل عليه، والموتور ده بياكل ويشرب كهرباء من مين؟ من البطاريات او الباتري باك. احنا الحمد لله خدنا محاضره عن البطاريات وخدنا محاضره عن التحكم في البطاريات اللي هي المحاضره بتاعت امس دي، تمام، او المحاضره اللي فاتت. فانا باجي كده اشحن الكهرباء بتاعتي، بتدخل تشحن البطاريه، البطاريه تطلع جهود تروح تغذي الموتور، الموتور يحرك العجل. طب فين الموتور ده؟ في الامام، فرونت ويل درايف، اف دبليو درايف، اف دبليو معناها فرونت ويل، دايما هتلاقيها حتى في الكتالوجات بتاع السيارات لازم تحفظ بقى هل هي فرونت ويل ولا باك ويل ولا سيبرت، تمام. ففرونت يعني امامي، فرونت ويل، فرونت ويل درايف يعني هو بيسحب العجلتين اللي قدام، ده السنجل فرونت ويل درايف، ده وش السياره اهو من قدام ودي الشنطه من ورا، تمام. فهو كل اللي عامله مدخل كهرباء، ادي المسار بتاعها، يشحن بطاريات او مجموعه بطاريات سميناها ايه، حزمه بطاريات، باتري باك، باتري باك، حزمه بطاريات. بعد كده البطاريات دي تروح تحرك الموتور، والموتور يحرك الجزء الاخضر ده اللي هو الاكس او الجير بوكس او الديفرنشال اللي هو بيربط العجلتين دول، وتبدا السياره تتحرك كده للامام. طيب فبيسموه فرونت ويل درايف. دايما هنيجي لما هنيجي ندرس دايما هتلاقينا عايزك تحفظ الكلمه دي، البروس. البروس يعني ايه؟ البروس والكونز اللي هي المزايا والعيوب، اي حاجه ليها مزايا وليها عيوب. ايه هي البروس وايه هي الكونز اللي هي بتاعت السنجل موتور؟ طيب السنجل موتور بما ان هو سنجل اصلا فالمكونات بتاعته اقل، يعني هو انت مش جايب موتورين فكل موتور ليه كنترولر ومش عارف ايه والكلام ده وعايز تربط بينهم والكلام ده. فهو هنا عامل ايه؟ جايب الموتور اهو ورابط على الديفرنشال اللي هو الجير الميكانيكي، ورابط على الاكس ورايح للعجل، فهو فيور كومبوننت نيدد، يعني انا مش عايز مكونات كتير. انا مش عايز مكونات كتير، دي ميزته ان هو بسيط ومش محتاج مكونات كتير. طيب وبعدين رخيص. طيب الكونز بقى ايه هي مشاكل السنجل ده؟ نوت افيشنت ذان اذر، يعني ايه؟ يعني الكفاءه، يعني انا لو حطيت مقارنه بين سياره فيها موتور واحد وسياره فيها موتورين، هلاقي السياره اللي فيها موتورين الافيشنت او الافيشنسي اللي هي الكفاءه بتاعتها اعلى، لان بيبقى في تحكم اكتر. طب ثلاثه اكتر، طب اربعه على كل عجله، يعني هاجي على العجله دي واحط لها موتور، واجي على العجله دي واحط لها موتور، واجي على العجله دي واحط لها موتور، واجي على العجله دي واحط لها موتور، يبقى مور افيشنت، تمام، اكثر كفاءه.